احنا بالنسبه لنا منتخب الوطن العراقي لكره القدم للصم عندنا بطوله مهمه راح تكون منتصف الشهر العاشر جمهوريه ايران وهي دوره الالعاب الاسيويه مؤهله لاولمبياد طوكيو. ف يعني انحرجنا بالوقت بسبب ضاقه الماليه اللي تمر بها اللجنه البارلمبيه، ولان وزاره الماليه لم تطلق الميزانيه التشغيليه للاتحادات. احنا منتخب وطني حالنا حال الاسوياء وعندنا استحقاق خارجي اللي هو اولمبياد اسيا والمقامة في إيران المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو السنة الماضية. إحنا نعاني من عدم الاهتمام من قبل الدولة ومن قبل المسؤولين. إحنا عازمين على أنه نحصل على ميدالية حتى تأهلنا لأولمبياد طوكيو، ومدى ماكو كل جهد حكومي حسبي.